في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمواجهة الجرائم التموينية المتنوعة، وفي مقدمتها حجب السلع عن التداول بالأسواق وبيع سلع منتهية الصلاحية، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن من ضبط أكثر من 135 طن ونصف الطن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتعبئة ملح الطعام بالقاهرة، وضبط 90 طن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 23 طن لحوم ودواجن ومقطعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة المسؤولين عن عدد من ثلاجات حفظ السلع الغذائية بالجيزة والقليوبية، وتمكنت من ضبط قرابة 12 طن دقيق أبيض وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة والمنوفية، وضبط أكثر من 12 طن مستلزمات إنتاج دهانات ومنتج نهائي مجهول المصدر ومدون عليها علامات تجارية مقلدة بحوزة المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة البويات بالجيزة. واستمراراً لتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 51 طن أسمدة ومخصبات زراعية تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة بالجيزة والمنوفية، وضبط أكثر من 39 طن أعلاف حيوانية غير معلن عن أسعارها تم تجميعها بقصد بيعها بأزيد من سعرها المعلن وبأسعار السوق السوداء بالمنوفية وقنا. كما تمكنت من ضبط 30 طن أسمنت بحوزة ملك مخزن لتجارة مواد البناء بالمنوفية، قام بتجميع هذه الكمية لبيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء. كما تمكنت من ضبط أكثر من 66 طن دقيق بلدي مدعم تم الاستيلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء خلال حملات أمنية شنتها بالقاهرة والجيزة والشرقية، ونجحت في ضبط 48 طن مكرونة وسكر وملح قام المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالجيزة بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتمكنت من ضبط أكثر من 28 طن أرز أبيض ومكرونة ودقيق تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، وذلك خلال حملات شنتها الأجهزة الأمنية بالجيزة وكفر الشيخ.